نحن هنا بولاية مستغانم من أجل تقريب المواطن المستغانمي من سلاح الحرس الجمهوري. هذا السلاح الموجود في العاصمة وبقرب من الأماكن السيادية، لأن له مهام نبيلة جدا يقوم بها ويؤديها، سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو على مستوى الإقامات الرئاسية. زيد عن ذلك حماية كل الشخصيات الوطنية وتقديم التشريفات للسيد رئيس الجمهورية ولضيوفه من الرؤساء والملوك الذين يزورون الجزائر. كذلك في الحرس الجمهوري اختصاصات عدة، أولها الخيانة، ثانيها الموسيقى، ثالثها التدخل والحماية.